السلام عليكم، وأسأل الله أن يسبغ عليكم من فيض نعمائه جميعا. سأتحدث إليكم من وعاء الخبرة التربوية، لا سيما وأن الله أكرمني وعملت في جميع المراحل التعليمية وأدرتها، وكذلك عملت مديرا للتعليم في منطقة تبوك، ثم آخر موقع كان مديرا عاما لاقتصاديات التعليم في الوزارة، وهذا وعاء خبرة أرجو أن يكون فيه شيء من الفائدة. نحن الآن أمام مصطلح جديد وأمام موقف جديد، وهو التعليم عن بعد. ولا شك أن التعليم عن بعد هو أوجدته الضرورة سلمكم الله، وهي جائحة كورونا التي صنفت عالميا بأنها جائحة، وكلمة جائحة تعني ذروة الأزمة، لأنه لدينا الأزمة أو الأزمات هي مستويات مثل الأعاصير حفظكم الله جميعا. فبالتالي نحن نتعامل مع أزمة الحقيقة تعليمية غير مسبوقة، تعليمية وتربوية في آن واحد، لأنه في ظل هذه الأزمة يعني أصبح الخيار إما أن يذهب الطلاب والطالبات يذهبون إلى مدارسهم، وسيكون الحقيقة مقابل ذلك أن ترتفع أعداد الإصابات بحالات كورونا، وهذا أمر غير محبب وغير محبب، لا على مستوى لا الدولة ولا الوزارة ولا على مستوى أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات. وإما أن نلجأ لبدائل أخرى لن تكون بحال من الأحوال كالبيئة وكالمناخ المدرسي، ولكن يعني ليس بالإمكان أكثر مما كان، وهو أن نتعامل مع هذه الأزمة بمعطياتها وبالموجودات وبالكفاءات والإمكانات الموجودة. أنا يعني قبل أن أخوض في صلب هذه الأزمة واللجوء إلى التعليم عن بعد، لابد ونذكر محاسن هذه الأزمة، رب ضارة نافعة. ما من أحد أن يتمنى أن يكون في أزمة على الإطلاق، لكن هذه الأزمة يعني استطاعت الحقيقة أنها يعني توضح لنا جوانب كان يغفل عنها كثير من الناس. الجانب الأول، ظهرت وأبانت إعلاء مكانة المعلم والمعلمة والمنظومة الإدارية والتعليمية في مدارسنا، وكانت الأقلام التي تنتقد ونقد كان لاذع بحق المعلمين والمعلمات. بحمد الله عز وجل أصبحنا نشاهد ونقرأ ونستمع لآلاف ردود الفعل التي تثني على المعلمين والمعلمات، وتوضح أنهم كانوا يقومون بمجهودات عملاقة ومجهودات جبارة وعظيمة، ولا شك أن هذا محل ارتياح الجميع. أيضا سلمكم الله من محاسن هذه الأزمة حفظكم الله بأن الأسر بدأت تستنفر وتشعر بالتشاركية التربوية والتشاركية التعليمية، وبالتالي هذا فتق لدينا بعض القرائح وبعض المقترحات والآليات الأسرية التي فعلا أنا أعتبر أنها من المواقف التي يجدر بنا أن نحط الرحال عندها وأن نشيد بها وأن نثني عليها كثير. سلمكم الله وأبقاكم. أيضا من محاسن هذه الأزمة على أنها إلى حد بعيد وطدت العلاقة بين الأبناء والبنات وبين أسرهم، لأن أصبحوا ليس جل الوقت بس، أصبحوا كل الوقت في منازلهم، وهذا أدعى إذا ما تم وأحسن استثمار هذه الظروف أن تعمق العلاقات وأن توطد الصلات وأن نتعرف على الأبناء والبنات عن قرب، وبالتالي هذا يسهل كثيرا أن يكون هنالك حراكات أسرية وتفاعلات أسرية على المستوى الفكري والوجداني والاجتماعي. أيضا من محاسن هذه الأزمة حفظكم الله جميعا على أن الوزارة، وزارة التعليم، أصبحت الحقيقة هي الشغل الشاغل، وأصبحت هي الحديث السائد على معظم الألسن، ويتناولها كثير من الكتاب، وإنه الوزارة الحقيقة فعلا تحاول جاهدة أن تواكب هذه المتغيرات، وهي متغيرات لا شك يعني فيها شركاء كثر، وليس بالضرورة أن يكون كل الشركاء يعني متوافقون، وإنما هنالك إحنا الشركاء قد يكون بينهم يعني قدر أو مستويات الحقيقة من التفاعل، وربما يكون نقيض ذلك. لكن أظهرت فعلا هذه الجائحة بأن وزارة التعليم تستنفر
أعلى ما لديها من إمكانات، من كفاءات، من طاقات، من قدرات، من أجل أن تكون مواكبة لهذا الحدث المأزوم. سلمكم الله وأبقاكم. ويعني البعض قد يصاب بشيء من الحساسية والتحسس عندما يثنى بالذات على مقام الوزارة، وأنا أقول يا إخوان الوزارة ليست هي مجرد وزير الهجة التعليم، وليست الوزارة هي القيادات التربوية في التعليم. الوزارة هي منظومة تتكون سلمكم الله من القيادات التربوية العليا في الوزارة، من الإدارة المتوسطة، من إدارات التعليم، من المدارس، من الأقسام والوحدات المعينة. كل هذه سلمكم الله تشكل، هذه الفسيفساء تشكل وزارة التعليم. وحتى أولياء الأمور والطلاب والطالبات أيضا هم جزء الحقيقي عن من الوزارة. فعندما نقول وزارة التعليم لا يقصد بها شخص الوزير أو القيادات التربوية العليا، وإنما كل ما له مساس بوزارة التعليم فالكل شركاء سلمكم الله في هذه المنظومة التي تعنى ببناء الجيل وجدانيا وفكريا ومعرفيا وقيميا. فهذا المقطع الأول أنا أشكر من خلاله وأثني وأثلث وأربع وأعشر على الثناء الحقيقة البالغ والثناء العميق على معاشر المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات والقيادات التربوية، بل وحتى الإداريين والخدم والعمال وكل من يعمل في مجال التعليم، فهم أهل للثناء كل بقدر مسؤولياته وبمقدار الجهد الذي يبذله. وكذلك أنا أخص كذلك الحقيقة الوزارة وفي مقدمتها الأخ معالي وزير التعليم بالشكر، وأقول الشكر أخلصه والتقدير أجله والثناء أوفره لوزارة التعليم بكل قياداتها وبكل مستوياتها. فما نشاهده حالة استنفار قصوى، والهدف منها هو أن نهيئ الحقيقة وأن تهيئ الوزارة بمعنى أدق بيئات ومناخات جاذبة في المحيط الأسري إلى حد ما يقترب سلمكم الله من البيئة المدرسية، وإن كان يعني نوجد بيئة مماثلة تماما متطابقة متوافقة مع البيئة المدرسية فهذا أمر حقيقة يصعب ويتعذر. ولكن الوزارة تحاول قدر الإمكان في ظل هذه الأزمة وفي ظل هذه الجائحة أن توجد مناخا وبيئة وظروفا إلى حد ما أن تكون ملائمة ومناسبة حتى يستكمل المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور المسيرة التعليمية أو الرحلة التعليمية. هذا المقطع الأول، شكر وثناء لكل من له مساس بالتعليم مباشر أو غير مباشر. والأمر الثاني سلمكم الله أن نؤكد أننا في أزمة، والتعليم في أزمة غير التعليم في الظروف العادية إطلاقا. أنا أذكر قبل 40 عاما كان في كتاب أخذناه في إحدى الدورات اسمه الحقيقة أزمة التعليم في عالمنا المعاصر، قبل 40 سنة درسنا هذا الكتاب. فإذا كان التعليم يتحدث عن أزماته قبل 40 عام فما بالكم ونحن في ظل الجائحة. أنا يعني سعيد كل السعادة بما أسمعه من ثناءات الحقيقة جمة ومن انطباعات جياشة ومشاعر فياضة تجاه المعلمين والمعلمات وتجاه الوزارة وتجاه كل مخلص. وحتى أولياء الأمور حقيقة لدينا نماذج مشرفة ومشرقة الحقيقة، وهي جديرة بالإشادة وتستحق الثناء. هذا المقطع الأول، إن شاء الله بإذن الله أتحدث معكم في مقاطع أخرى بإذن الله عن الأزمة ويعني تداعياتها وموجباتها، وكذلك عن الشركاء الذين يشاركون الحقيقة المؤسسات التربوية والتعليمية في رسالتهم، وكيف يمكن لهذه الشراكات أن تكون شراكات داعمة ومحفزة، وكيف نتجنب أن تكون من الشراكات المحبطة والمثبطة سلمكم الله، لا سيما وهنالك مشكلات وأزمات بعضها آخذ برقاب بعض، وهي مشكلات مستجدة ومستدامة لا يخلو منها زمان أو مكان. ولكن دائما بقدر ما تكون الحقيقة الوزارة، وزارة التعليم والأسر والمنظومة التعليمية
معلمين ومعلمات قيادات تربوية من الجنسين بقدر ما يكون الجميع متحفزا، ممكن أن نتغلب على كثير من الصعاب وأن نحول الأزمات إلى مبهجات ومفرحات وإلى مخرجات بإذن الله عز وجل. يعني نطمئن تماما أنها تستطيع أن تمخر عباب هذه الأزمة وأن نخرج منها بسلام وبمخرجات تعليمية وتربوية يعني نرضى عنها تماما، ونرى بإذن الله عز وجل أنها قادرة على أن تواكب سلمكم الله استراتيجية التنمية المستدامة في وطننا، لا سيما وأن التعليم هو استثمار في رأس المال البشري. والسلام عليكم.